صباح الخير. احنا اليوم في زيارة لواحد من اهم الشخصيات الفلسطينية المعاصرة، حضرة البطريرك ميشيل صباح. قبل اسابيع احتفلت فلسطين مع العالم باطلاق فيلم بطريرك الشعب اللي بمرق على حياة البطريرك ومحطات في فلسطين زي القدس، الانتفاضة وأوسلو وغيرها. انا لست سياسي، ولا أنا محارب، ولا أنا مناضل. أنا رجل دين مسيحي، ومسؤول عن الرعية. مسؤولية الراعي المسيحي مسؤولية شاملة للإنسان. في لقائنا مع حضرة البطريرك ميشيل صباح وفي بداية جديدة لسنة جديدة بدأنا بالأمنيات، المحبة والإنسانية. أتمنى للعالم كله، لفلسطين ولكل شعوب العالم، سنة جديدة أن تكون زمن جديد. زمن جديد يعني بلا كورونا، بلا احتلال بالنسبة لنا، بلا حروب، بلا مجاعات، بلا أمراض، وبلا لا إنسانية. هذا الفيلم وصفه الجمهور وبالأخص الشباب بأنه جرعة أمل، أعطاهم الأمل بالحرية باستماعهم لأقوال رجل شاهد على التاريخ، مدهم بالقوة للاستمرار رغم كل ما يحدث اليوم حولنا في فلسطين. كنا نجتمع كل رؤساء الكنائس في القدس وقلنا يجب أن نساعد الناس. الناس في ضيق، تحت حصار، لابد من أن نعمل شيء. توجهنا البطاركة الثلاث، قابلنا الحاكم العسكري الإسرائيلي، قال لنا لا يمكن أن تذهبوا إلى بيت صحوة، لا يسمح لكم بالدخول. عارف انك بهذا الفيلم اللي حضروه آلاف الشباب انك راح تعطي امل لشباب صغار فلسطينيين في ظل هاي الفتره؟ انا اصلا يعني رجل دين مسيحي، صاحب رساله، واساس رسالته هو هذا، ان الله اوجدنا حتى نعيش وليس حتى نموت. في ظل كل الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها فلسطين اليوم، كيف بيقدر الشباب يحافظ على روح الأمل اللي لساتها موجودة عندك؟ أنا في أمل، دائما في أمل. نحن خاضعون الآن لشر الإنسان، سوف يزول، وعلى هذا يجب، في هذه الرؤية يجب أن نعيش ونبني حياتنا، هذا المهم. وكلما تقوت في كل الشباب الرغبة في بناء الحياة، القوة المدمرة في إسرائيل سوف تتهدم بقوة التاريخ. أعزائنا المستمعين، أسعد الله صباحكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، نقدم لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. يعود اليوم إلى القدس غبطة البطريرك ميشيل صباح بعد أن تم تعيينه بطركا للقدس من قبل بابا الفاتيكان. يعود البطريرك اليوم والقدس مشتعلة بعد أن بدأ الشعب الفلسطيني انتفاضته المجيدة من أجل التخلص من براثين الاحتلال الإسرائيلي.
كيف كانت تجربتك كباتريارك فلسطيني تحت احتلال، رجل دين وسلام ولكن كمان هو تحت حرب وعنده عدو؟ هلا أنا فلسطيني ومسؤول وراعي، فتهمني الأحداث كفلسطيني وتهمني كمسؤول، وكمسؤول تهمني أن أقول لا تخافوا مهما صنع الناس، لا تخافوا، صلاح الله أقوى. سنكون أحرار يوما ما برأيك؟ من أراد الحياة أراد الحرية وسوف يكون حراً.